السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حدثت الايفون 4 للايو 6 الجديد، الاصدار الجديد تجريبي، طبعا هو بيتا، وحبيت انقل لكم ميزات اللي موجودة فيه. طبعا سطح المكتب صار اوضح، وفي ايقونة زادت اللي هي بس بوك، بس بوك، وكلمة جديد على أي برنامج تنزله، أي برنامج تنزله أساس تعرف أن هذا أنك نزلته. وبالنسبة للإعدادات تم إضافة خاصية عدم الإزعاج اللي هي في حالة تشغيله أي مكالمة تردك أو رسالة أو شيء، أنه يبين كأنه مسكر، يعني أساس ما تستقبل الإزعاج إلا عدا يعني أشخاص أنت تحددهم والساعة أنت تحددها. في الشاشة في قائمة الإعدادات طبعا تم إضافة الفيسبوك كرسمي من ضمن الإعدادات. الأب ستور طبعا غيروا، كان فوق الآيتونز تحت السفاري حطوا تحت الأب ستور، طبعا غيروا شيء فيه هنا. غير ذلك مثلا سطح المكتب للهواتف، الأزرار غيروها، سووها مربعة على بروز في الأطراف كأنها 3D. طبعا أيقونة الخرائط تغيرت، الأيقونة قالوا عنها 3D، نعم فعلا هي 3D، بس أتوقع أن ما راح تفعل الخدمة في الدول العربية على أساس أن التحديثات في نظام الخرائط اللي عندنا ما توص، يعني ما فيها 3D، أو أعتقد أنه لأن إذا أول ما أفتح تطلع كلمة 3D وتروح. طبعا الخرائط صارت أوضح، وأتوقع أنه راح يفعلونها في المستقبل، أنه راح تنزل أو لا ما أدري، يعني شيء غير معروف. طبعا هاي نسخة تجريبية ممكن يكون فيها أخطاء، في أخطاء أو حاجة. الميزة الموجودة إمكانية الرد على أي تويتر، على أي رسالة تويتر من شريط المهام أو الفيسبوك نفسه تقدر ترد عليه. المكالمة في حالة ورود لك مكالمة تقدر تلغيها، تقدر تلغي المكالمة، وفي برنامج تذكير يذكرك إن في مكالمة وإنك لابد ترد عليها. طبعا هاي الميزات اللي صارت، ولحد الآن هو تجريبي ما صار شيء كثير، يمكن أشياء قلتها أشياء نسيتها، لكن حبيت أنقل لكم الميزات اللي موجودة في الآيو 6. هذه طبعا اللي أقول لكم عنها، الإعدادات مالت عدم الإزعاج، هاي الوقت سمح للجميع أو سمح للمفضلة، طبعا تحط المفضلة عندك أساس أنه هم الوحيدين اللي ينسمع رنة التلفون. بعد إيش يعني في أشياء يمكن أكون نسيتها، عندك الخصوصية، نظام الخصوصية، هاي النظام جدا جميل على أساس تعرف البرامج اللي تستخدم جهازك، جهات اتصال، البرامج اللي تستخدم جهات اتصال، البرامج اللي تستخدم التقويم اللي عندك، البرامج اللي تستخدم الصور، برامج اللي تستخدم تذكيرات، هاي جدا جميل. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.